اشنو سميتك؟ مليكة. مليكة اش؟ الزعود. الزعود. اشنو وقع لك؟ تحرقت. فين تحرقتي؟ تحرقتني البوطة في الظهر. شحال في عمرك؟ 33 سنة. عندك شي أبناء؟ عندي بنات. وليدات ولا بنيتات؟ عندي جوج وليدات وبنية. راجلك معاهم؟ راجلي كاين جوج ولادي، كاين عندي دوزتي وواحد كاين مع باي قريبي. ويمتى جابوك من أكادير لمراكش؟ جابوني في شهر 3 في 24 مع 15. شحال شحال جلستي في سيفي مستشفى بن طفيل؟ تقريبا دابا عام وشهرين ولا عام وكتشوف. كيفاش كانت الحالة ديالك هذيك الساعة وكيفاش ولات الدار؟ هذيك الساعة فاش كنت محروقة دوز شهرين في السبيطار ديال أكادير. عاد جيت لهنا. أييه. الحالة كاينة درجة الثالثة، محروقة كاينة درجة الثالثة. وكيفاش المعاملة ديالك كيفاش كانت في هذا العام ونص مستشفى بن طفيل؟ في الأول كانت مزيانة ولكن في الأخر تقريبا شحال ديال الوقت باش ما بقاش مزيانه؟ تقريبا ملي جاو هذوك البنات اللي صوروني وداك الشيء ما بقاش كاع المعامله ديالهم كاع مزيانه. علاش صوروك هاد البنات هادو؟ صوروني باش يعاونوني. وهاد البنات كتعرفيهم؟ علاش؟ وحده صاحبتي قرا لك. هي؟ وحده صاحبتي. وشنو هو شنو هي الحسن النيه ديال هاد البنات اللي صوروك؟ باش يعاونوني. وشنو كطلبي من المحسنين وشنو كطلبي من يعاونوني انا ما في حاليش. البارح اشنو وقع لك في مستشفى بن طفيل؟ البارح جات الاستاذه وقالت لي خرجي، قلت لها راه ما كاينش فين نخرج. قالت لي قولي للعائله ديالك يجي يدوك باش يخرجوك. قلت لهم قلت لها راه ما بغاش يجي يدوني العائله ديالي. قال لي راه مازال باقا مريضه شويه. قالت لي الا ما خرجتيش راه غنصيفطوك لدار العزازه. ومن بعد من هبط من بعد مني هبط الخبر في الجرائد اللي سميتو عليه، شنو لقيتي من شنو هو الجواب اللي لقيتي من المستشفى؟ جاو كلهم كيخاصموا، كلهم كيقول لك علاش خليتها صوراتك وعلاش اللي جابها يصورها. شكون اللي جا عندك؟ اساتذه كاملين. منهم شكون؟ كلشي الاساتذه ديال ابن طفيل كلهم جاوا لعندك. شنو قالوا لك؟ كيخاصموا. قالوا لي صافي راه ما بقى عندك ما ديري عندنا، مازال صافي. علاش؟ لا المهمة ديالنا سالات. علاش ما بقاش عندك ما ديري عندهم؟ قالوا لي صافي ما بقى عندك ما ديري. يعني الأساس مني الناس جاو صوروا وداروا في الجرائد، يعني خرجي في حاكم السبيطار. يعني أنت ما باقيش ما سميتوش. شنو هي العلاقة اللي بينه وبين بينك وبين راجلك؟ تيسول فيك؟ تيسول فيك. تيسول فيك، يعني راجلك ما متخليش عليك؟ لا ما متخليش. بشحال هادي باش كان عندك؟ يلا شحال كسمعك؟ بس معايا شي 7 ايام كيبات غير في السطح في السبيطار الفوق، ما خلاوش يبات معايا. ما خلاوش يبات معاك تما؟ ما خلاوش يبات في السطح. يبات في السطح في السبيطار؟ في السبيطار. ممكن تقول لنا الكلام اللي قالوا لك البارح؟ الكلام اللي قالوا لك البارح قولي لنا. صافي ما بقاش بغا يخلوني هما عندهم، حتى دابا خرجوني دابا ما عطونيش الرانديفو باش نرجع مازال في السبيطار. صافي ما عطوني لا رانديفو لا والو. وشكون اللي داك دابا؟ وشكون اللي تكلف بك اللي بيتك حتى ال غير المحسنين. يعني المحسنين هما اللي واقفين معاك دابا باش يديوك. يعني انت ما في حالكش انت، يعني على هذا الحساب انت تددتي على هذا الحساب. ممكن تقول لنا معنى من تددتي بالضبط؟ كاملين. مستشفى بن طفيل كله وهددك؟ ملي سمع الخبر صافي كلشي ما بقاش بغا يريح مازال تما. شكون اللي كتنجدي؟ ها؟ شكون اللي كتنجدي؟ شكون اللي كتطلبي؟ أنا كنطلب المعاونة من المحسنين يعاونوني أنا ما في حاجة. إيوا شكون آخر؟ وكنطلب من الملك يشوف الحالة ديالي ويجوا عندي الناس تال الدار يشوفوا الحالة ديالي. أنا مفرشة غير حصيرة، نص ديال الحصيرة اللي مفرشة في الدار. والفراش الدار عندك كانت مفرشة؟ كانت مفرشة وحقات لي العافية داكشي. ومن ديك الساعة ما الدار ما باقيش مفرشة؟ الدار لا ما مفرشاش، والنص اللي مضالية واحد البيت. واخا واخا لا مليكة، دابا أنت هي غادية إن شاء الله على كادير. فين غادية في كادير؟ غادا سميتو ريكشاش سيدي بيبي. غادية للمستشفى باش تكملي العلاج ديالك؟ أولا غادية؟ لا غادا للدار.
غادي يلا الدار عندك. غادي يلا الدار قالك ما وقع عندنا ما دير في السبيطار مازال. واخا لاله مليكة كنطلبوا من الله الشفاء العاجل يا ربي امين، كنطلبوا من المحسنين ومن صاحب الجلاله يا ربي باش توصل الصوت ديالك، ونطلبوا من الله الشفاء ويخليك الله لوليداتك ان شاء الله.